السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن collection of ad hocs كده بتنفعك من وقت للتاني. لكن إن شاء الله السيرز يعني هيبقى فيها سويتش كده على حاجة هتبقى interesting هنتكلم فيها من المرة الجاية إن شاء الله. وبعد كده هنباك بقى للالجوريزمز بجد بتاعتنا احنا، بس so far كنا بنحاول يعني نتكلم في principles مختلفة من هنا شوية ad hocs، شوية performance evaluation، حاجات من دي. طيب، اول حاجه في الحاجات الادهوكس دي حاجه اسمها at most vs exact relationship. ايه الموضوع ده؟ at most relationship بكون بقول لك مثلا انا عايز احسب الحاجه up to at most كذا، الاكزاكتلي بقول لك اكزاكتلي كذا. على سبيل المثال ممكن اقول لك مثلا ايه مثلا بكام طريقه، زي معانا overall n بولز مثلا، بكام طريقه تقدر اكزاكتلي تجيب لي ام بولز منهم؟ ده سؤال. السؤال التاني given ان بولز، بكام طريقه تقدر تجيب لي كونفيجريشن من البولز دي بحيث ان يكون معاك ات موست ام بولز؟ خلاص. طيب انا ايه اللي يهمني في الموضوع ده؟ يهمني ان الريليشن شيب ما بين الاثنين دول يعني تقدر تنترتشينج بينهم بسهوله جدا. بمعنى تخيل ان احنا مثلا عملنا فانكشن بتحسب الاكزاكت في ان وام مثلا، خلاص. يبقى الاتموست بالنسبه لي هو عباره عن ايه؟ الاكزاكت مع صفر، الاكزاكت مع واحد، الاكزاكت مع اتنين، لحد الاكزاكت مع ام. طب العكس، تخيل ان احنا حسبنا اكزاكت في ان وام، يبقى عشان تحسب الاتموست في ان وام كل اللي انت محتاجه انك تحسب الاكزاكت ان في ام، تحسب الاتموست في ان وام اللي هو هيكون السميشن ده كله ناقص الاتموست بتاع ام ماينس 1 اللي هو هيكون من الاليمنت اللي بعده. فلما تطرح الاثنين يبقى لك ايه؟ يبقى لك الاكزاكت بس. طيب تفرق في ايه بقى الموضوع دوت؟ ليه موضوعين يفرقوا معانا. اول حاجه، بما ان التو كونسبتس انترتشينجبل بالمنظر ده، لو هو جه في المساله طلب منك واحد خلي التاني حاضر في ذهنك. ليه؟ ممكن يكون التاني الحل بتاع التاني ممكن يكون هو الافضل. مثلا بيقول لك عايز اتموست وانت لقيت ان الاكزاكت اسهل في حساباته وهكذا، وبالتالي ايه، ما تخليهوش يخلي ده كونسترين عليك، خليه اكشلي اختيار يرجع لك ما بين التشويس ده والتشويس ده. حاجه تانية، في حاجه بعدين هناخدها اسمها دايناميك بروجرامنج، الاتموست ريليشن شيب في حالات كتيره بتبقى مور افيشنت عن الاكزاكت. تاني موضوع، حاجه اسمها فاريبلز انفرنس. يعني ايه فاريبلز انفرنس؟ يعني انا اقدر استنتج فاريبلز من فاريبلز موجودين. تفرق في ايه؟ تفرق في حاجات كتير، غالبا بيسمبليفاي الكود وبيسمبليفاي الاوردر. خلينا اديك تريفيال اكزامبل. تخيل ان هو بيقول لك عايزين نلاقي كل الاي بي سي دي اللي قيمه كل واحد فيهم اصغر من او يساوي 100 ومجموعهم ب 150. عايزين نعد عدد الحاجات دي، فالتيبيكال كود هيبقى ان باور 4 بيجرب الاي والبي والسي وبيجرب الدي وبتشيك على الصم بتاعهم، لقى 150 خلاص لقينا اللي احنا عايزينه، وهيكاونت بلس بلس. الفكرة فين هنا فين؟ الفكرة ان الايكويشن دي ممكن تخليني لو معايا ال A وال B وال C اقدر انفر ال D عادي خالص بمنتهى البساطة. هبقى معايا ال A وال B وال C، فهقول له ال D عبارة عن 150 ناقص الاثنين دول، وفاليديت الاثنين كونديشنز بتوعي. افاليديت ان ال D اكبر من او يساوي صفر وال D اصغر من او يساوي 100. لو ده اتحقق يبقى الكاونت بلس بلس بتاعي خلاص. يبقى انا كده عملت ايه في الكرود؟ قلبته ان كيوب خلاص، عن طريق ان انا عملت انفرنس للفاريبل اللي اسمه ايه؟ دي. طيب خلينا ندي اكزامبل اصعب سنه صغيره. تخيل ان انا بقول لك احنا معانا المساله دي موجوده في توب كودر. تخيل ان انا بقول لك انك انت جيفن اي وبي وسي، المطلوب منك ايه؟ انك انت تزود الاي او تنقصها والبي والسي بحيث ان ضرب الاي في البي يساوي السي، ضرب الاي في البي او الابديتد اي في الابديتد بي بيساوي ايه؟ الابديتد سي. ومطلوب منك ايه؟ ان التغير اللي تعمله في الاي والبي والسي يكون اقل ما يمكن خلاص. طيب انيشيالي كده ممكن برضو الواحد يفكر انه ايه، ان هو والله هجرب الثلاثه لوبس وفور اتش 3 لوبس هن ايه هنقارن الفروق والمينيمايز. طيب احنا لسه متعلمين فوق ان السي ده سهل استنتاجه في حالتنا دي مثلا، لانك لو معاك الاي في البي مش محتاج تشيك السي ايكوال ليهم ولا لا، الاي في البي بالسي خلاص كده. احنا كده معانا غير ايه؟ اتنين فور لوبس بس. طيب هل نقدر ندروب كمان لوب؟ تعال نبص. تخيل ان الاي معانا باربعه، يعني جيفن الاي باربعه ماشي،
والبي ب 2 والسي ب 20. طبعا 4 في 2 ب 8 مش ب 20، ففي فرق. تخيل انك انت جربت الاي النيو اي ب 5، خلاص انت المفروض دلوقتي كنت هتقعد تجرب كل حاجه. استنى بقى، مش احنا اساسا عايزين نجيب البي والسي اللي يبقوا الفروق بينهم قليله؟ يبقى ما تحاولش تخمن لي كل حاجات البي وتقعد تبعد عن السي، حاول تخمن على طول البي اللي تقربك من السي دي. ازاي هنعمل كده؟ البي داش بالسي على الاي طلعت بكام؟ ب 5، 20 على 5 بقى 4. يبقى انا خلاص طول عرفت ان الاي بتاعتي ب 4، البي بتاعتي ب 5، السي بتاعتي ب 20. يبقى انا مش محتاج ان انا ايه اجرب كل البيهات ولا حاجه. طيب لو مثلا لو كانت السي ب 21 هتبقى الانسر عباره عن 4 وشويه وفراكشن، فكأن البي هي عباره عن فراكشن القيمه، وبالتالي هي قدامها احتمال من 2، يا اما تبقى الفلور بتاعنا يبقى يا اما السي الايه بتاعنا. خلاص يبقى انا كده عملت سولوشن اوردر اوف كام؟ اوردر اوف ان. خلاص اقصد بالان دي اكبر قيمه ممكن تاخدها الاي والبي والسي، اللي هي في المساله دي 10 اس 9. اكسرسايز ليك بقى من الحاجات اللي شرحناها في البرايمز، قول لي ازاي الاوردر ده يبقى اوردر اوف سكوير روت ان. بس تاني حاجه بنحتاجها كتير موضوع الكانونيكال فورم. ايه موضوع الكانونيكال فورم ده؟ احيانا يبقى معانا اوبجكت. اوبجكت ده اقصد بيه اي حاجه، اري، سترينج، بوليجون، تري، وانت محتاج تبقى عارف ولنفرض مثلا ايه، محتاج تبقى عارف هل البوليجون ده ظهر معاك قبل كده ولا لا مثلا. يعني الفكره مثلا ان، او مثلا هل السترينج ده ظهر قبل كده ولا لا. الفكره فين؟ ان في المساله دي نفس الاوبجكت ليه ترانسفورميشنز كتير، ليه ستيتس مختلفه، فانت كل واحد فيهم تعبك بقى كمقارنه بغيره او كتشيكنج ظهر ولا لا ولا كده. الفكره بقى فين؟ الفكره ان احنا نحاول دايما فور اني جيفن اوبجكت نحاول نجيب كانونيكال فورم، يعني نجيب نوع، يعني نجيب ايه، زي مثلا هو ليه 100 ديفرنت فاريشن، انا هجيب واحد فيهم دايما بس، يعني هعمل طريقه تجيب واحد محدد بحيث ان اي واحد من 100 يجي لي اروح للواحد محدد ده، وبالتالي اقدر اقارن الحاجات ايكوال ولا لا، اقدر اعلمها هي فيزيتد قبل كده ولا لا وهكذا. خلينا اديك مثال. تخيل ان هو بيقول لك ان احنا معانا مجموعه من السترنجات، خلاص، بس السترنجات دي احنا نقدر نعمل سواب على اي 2 كاركتر منهم، وبيقول لك ايه في كام سترنج ماكسيمم ممكن يبقوا زي بعض. خلاص يبقى معاك سترنج تقدر تسواب في اي 2 حروف زي ما انت عايز، بيقول لك في كام 2 زي بعض. خلاص فممكن واحد يقعد يمسك سترنج ويحاول يقعد كام ايه بكل السوابس اللي في الدنيا وكده. خلاص الظريف ان احنا عارفين ان جيفن سواب اوبريشن نقدر نعمل سورتنج، صح؟ مش في الجوريزم سجست كل اللي بنعمله ان احنا طول الوقت بنقعد نسواب نسواب نسواب، فاحنا ببساطه لو معانا سواب اوبريشن نقدر نسورت. طيب ولو معاك السورتنج، طيب مش السترنج دوت ليه فاريشنز كتير، بس لو جبنا السورت اوف اكس دي بقى معانا اصغر حاجه فيهم كلهم، خلاص يبقى انت امسك كل سترنج اعمل له سورتنج وبعدين عد كام السترنج ده اتكرر كام مره. خلاص برضه ممكن يكون مثلا في المساله مثلا انت معاك جيفن مجموعه من التراينجل، والتراينجل عباره عن 3 سايدز، فعشان ما تاخدش دماغك احسن حاجه انك ترتب الثلاثه سايدز دي. خلاص وهكذا. لما ناخد ان شاء الله الجراف ثيوري المفروض تعرفوا تجاوبوا على السؤال دوت، ازاي اقدر اكانونيكلايز جيفن تري. خلاص احيانا الموضوع بيبقى اعقد من كده، واحيانا بتحتاج بقى تفكر ازاي هتعمل كانونيكال فورم للاوبجكت يعني. بس اخر حاجه يعني دايما لما تحس انك انت بتحاول تعمل ايكواليتي ما بين حاجات شبه بعضها بس ليها فورماتس كتيره، فكر في الكانونيكال فورم هيفرق معاك كتير جدا. حاجه من الحاجات المهمه موضوع السلايدنج ويندو. يعني ايه سلايدنج ويندو؟ تخيل كده ان انا بقول لك جيفن انا اري وكي، عايزين نلاقي سب اري حاجه ورا بعض كده اللينس بتاعها كي ويكون الماكسيمم سم. خلاص يعني عايزين نلاقي بلوك ورا بعض اللينس بتاعه كي القيمه بتاعته مجموعها اعلى ما يمكن. طيب لو انا معايا تخيل مثلا الاري الفلاني ده الكي ب 3 بتطلع بتست مين؟ اي بي سي، بي سي دي، سي دي اي وهكذا. خلاص كل واحده من دول اسمها ايه؟ سلايدنج ويندو. كل واحده من دول اسمها ايه؟ ويندو. الطريقه اللي انا بتحرك بيها من ويندو للتانيه دي بيسموها سلايدنج ويندو. عشان كده سلايدنج ويندو دي نوعين، حاجات فيكسد يعني انت عارف الكي بتاعتك مسبقا، وحاجات فاريبل هنتكلم عليها بعد شويه. طيب لو انا عايز امبلمنت البروبلم دي ببساطه
هبدأ مثلا بماكسيمم وهعدي على كل اندكس، ومن كل اندكس همشي كي بوزيشنز اجمع وماكسمايز بس خلاص. طيب نقدر نمبروف الكلام ده احسن من كده شويه. اه لاحظ كده ان ايه العلاقه ما بين الويندو دي والويندو دي. الويندو دي هي عباره عن الويندو دي اتشال منها ايه واتضاف فيها دي، والويندو دي اتشال منها بي واتضاف فيها ايه. يعني كل ويندو هي عباره عن طرح اليمنت واضافه اليمنت، صح؟ يبقى انا ببساطه اقدر اعمل حاجه زي كده، احسب اول ويندو وبعد كده هعدي على كل ويندو، بعد كده هشيل الاولاني واضيف الثاني. الاوردر بتاع الكلام ده كام؟ الاوردر بتاع الكلام دوت اوردر اوف ان. خلاص حسيناها طبعا فرق كبير يعني. طيب عشان نمارك المسائل اللي ليها علاقه بسلايدنج ويندو، دايما لما تلاقي في كلام عن كونسيكتيف رينج اوف انبوت فكر في الايه؟ في السلايدنج ويندو. خلاص، ومين اللي فكر ازاي تبدا من البدايه وتحرك ناحيه التارجت ويندو بتاعتك. طيب خلينا نموف بقى الاكزامبلز فيها الدنيا فاريبل اكتر. لو هو بيقول لك given array and key، ماشي، عايزين نلاقي اكبر ويندو بحيث الفرق ما بين اكبر قيمه فيها واصغر قيمه يكون اقل من او يساوي كي. تاني عديك array وعايز اكبر رينج فيها بحيث ان الفرق ما بين اكبر element واصغر element يبقى ايه؟ اصغر من او يساوي كي. طيب الويندو دي ما بقتش فيكسد زي زمان، وبالتالي انا ما اقدرش ايه دي فاريبل ويندو. ليها حلين دايما، يا اما حل بروت فورس كده انك انت تجرب تحولها لفيكسد. يعني ايه تحولها لفيكسد؟ يعني جرب كل لينس وتستو بس كده خلاص. يعني هتقول كده فور ايتش لينس روح اعمل اللي احنا عملناه فوق بالظبط، ماشي. خلي بالك في المساله دي انت ما تقدرش، ما فيش علاقه ما بين البلوك والكونسيكتيف ويندوز، يعني البلوك اللي جوه ده لازم يبين لي سكوير مش عارف نعمله او ان فوق زي اللي فوق. خلاص التوتال اوردر بتاع الكلام ده ان كيو، ماشي. طيب احنا ازاي نقدر نمبلمنت الموضوع ده بقى بس نعتمد على كنا بنتارجت فاريبل ويندو؟ في فكره ظريفه جدا، والفكره دي هي جنرال ايديا عايزك تركز فيها. انا ببدا بامبتي ويندو كاني واقف في الاول، وبعدين هحاول ان انا اكبر الويندو. طب امتى اكبرها؟ هو حطيت لي شرط عشان اكبر، بيقول لي لازم الماكسيمم المين يكون اصغر من او يساوي كي. لو انا جيت في لحظه ضفت اليمنت كان الاليمنت ده تسبب في ان الفرق ما بين الكبير والصغير بقى اكبر من اللازم، يبقى لازم الويندو دي تبتدي تصغر. تصغر منين؟ احنا عايزينهم كونسيكتيف، يبقى تصغر من الاول، يبقى احنا بنضيف في اخرها وبنطرح من اولها. هنفضل نعمل كده لحد امتى؟ لحد ما الويندو دي تبقى فاليد ويندو. تعالى مثلا نتخيل ان انا معايا الاري ده والكي بتاعتنا بسبعه. خلاص انيشيالي بادئين بفاضي، هل اقدر اضيف الاثنين؟ اقدر اضيف الثلاثه؟ اقدر اضيف الاثنين؟ اقدر اضيف الواحد؟ اقدر اضيف الاربعه اللي هو هنا اهو. خلي بالك انا بستخدم مالتي سيت. خلاص المالتي سيت هي سيت يعني بصوره الاليمنتس وبتسمح بالدوبليكتس. وبعد كده اقدر اضيف العشرة؟ لا استناني بقى. ليه؟ لان العشرة اكبر قيمة والواحد اكبر قيمة، الفرق ما بينهم تسعة، وبالتالي الفرق ده اكبر من الايه؟ من التسعة، من السبعة. طيب الويندو اللي معانا لحد دلوقتي مين؟ بالمنظر ده. بعدين شيل الاثنين، نافع؟ لا مش نافع. شيل الثلاثة مش نافع. شيل الاثنين مش نافع. شيل الواحد نفع. يبقى ادي ويندو فيها كام؟ اربعة وعشرة. يبقى انا هنا اهو دلوقتي. بعدين دي في التسعة نافع؟ دي في الثمانية؟ دي في السبعة؟ ماشي. دي في الاثنين؟ لا مش ماشي. ليه؟ لأن الفرق بين الاثنين والعشرة بثمانية، والثمانية أكبر من الإيه؟ أكبر من السبعة. خلاص؟ وبعد كده نفس الكلام بقى، هتبتدي تعمل إيه؟ تبتدي تشيل وتحط وتشيل وتحط. الأوردر بتاع الكلام ده كام؟ إحنا بنعدي على كل إيليمنت مرة واحدة بس. خلاص؟ وعمالين ننسرت في الست. تمام كده؟ الانسرشن ده ممكن يبقى ماكسيمم، يبقى انا الاوردر بتاعي ان لوج ان، ماشي. طبعا ده احسن بكتير من الان كيوب، او حتى لو عرفت ان اوبتمايز الان سكوير لوج ان يعني. طيب بيقول لك ايه؟ جيفن ان اري عايزين نلاقي سب اري وذ ماكسيمم سم. دي نفس البروبلم اللي فوق، بس خلي بالك اللي فوق كان مديك سايز، ده مش مديك ايه؟ سايز. خلاص مرة تانية ممكن تجرب تفكس كل لينس والتست بـ ON، يبقى أنت عملت أوردر N سكوير. أنا هوريك حاجة أظرف من كده بكتير. هي الفكرة اللي أنا هقولها بتقع صراحة تبع تكاتيجوري اسمه دايناميك بروجرامينج يعني، بس أنا هشرحها بطريقة ما تحسسكش بكده.
طيب تعال نتخيل، هو الشرح اللي انا حاطه هنا ده الجنرال ايديا بتاعت كتير من البيزك سلايدنج ويندو الجوريزمز. الدنيا احيانا بتبقى معقده يعني، بس الدنيا البسيطه هي اللي انا لسه حكيها من فوق. ادي الاري، حط اول اليمنت، ها تنفع ينفع، طب اللي بعده ينفع ينفع، ما ينفعش يشيله، ما ينفعش يشيل كمان مش تشيله. يعني دلوقتي انا ضفت الاي، بعد كده ضفت البي مثلا، هل الاي شغاله ولا مش شغاله؟ ضفنا الاي وبعد كده ضفنا البي، هل الدنيا ماشيه كويسه؟ لو تمام خلاص، لو لا امسح الاي وهكذا. مثلا افرض ان الاي والبي اتحطوا، جينا حطينا السي، نافعه نافعه، مش نافع شيل الاي، مش نافع شيل البي، مش نافع شيل السي وهكذا. خلاص يبقى الفكره ببساطه حاول تفكر فيها ككونسيكتيف ويندو، بنحاول نكبر اليمين فيها ما نفعش بنشيل من الشمال منها. خلاص طيب تعال نحاول نابلاي الفكره اللي احنا قلناها مثلا على هنا. انا دلوقتي هبدا باول اليمنت في الايه، في الاري، وطول الوقت عمال ايه، عمال اكبر فيها وهكذا. انت دلوقتي معاك ويندو ومعاك رقم عايز تضيفه على اليمين، الويندو دي احنا بنحاول نجيبها بحيث انها تكون الماكسيمم صم. انت عندك اربع حاجات هنا، يا اما الويندو دي مجموعها سو فار بوزيتيف او نيجاتيف، ويا اما الرقم اللي انت بتضيفه سو فار بوزيتيف او نيجاتيف، صح؟ طب ايه تاثير ده على الويندو؟ عايزين نشوف، ما احنا عايزين نعرف هنعرف نكستند ولا لا. طيب تعال نتخيل الكيسز المختلفه، الاول النيجاتيف ويندو، الويندو كانت نيجاتيف بماينس 10 مثلا، وبعدين جالنا بوزيتيف نمبر بقى ماينس 10 و5، ايه الاحسن؟ تحط الخمسه على الماينس 10 فيبقى معاك رقمين، ولا دي ويندو القيمه بتاعتها قليله؟ لا هتقل، يبقى ايه؟ كبر دماغك، اشتغل باخر قيمه بس. طيب لو هي نيجاتيف 10 وجالك قيمه نيجاتيف دي قلت اكتر. يبقى الخلاصه لو معاك نيجاتيف ويندو وجايلك حاجه جديده استخدم الجديد دايما، نفض للايه؟ للقديم، لان في كل الحالات هيبقى وحش. طيب ولو معاك بوزيتيف ويندو مثلا كب 10، في ثلاث حالات هنا، يا اما الرقم البوزيتيف الجديد هيتحط عليها فطبعا احنا الكسبانين، صح؟ اكبر من 10، يا اما في رقم جديد جاي لي بس نيجاتيف، رقم جديد جاي لي بس نيجاتيف، فانا كان معايا ويندو ب 10 خلاص. و ثانية واحدة، أنا كنت عايز إيه، يضيفه يشيله، لا يبقى هي كانت خمسة فوق. طيب تاني نرجع كده، أنا كانت الويندو ب 10، جات لي قيمة جديدة قدامي حاجة اتنين، يا إما أستخدم الاتنين مع بعض فيبقوا 15، يا إما أستخدم الجديد بس. الملاحظ إن قيمة بوزيتيف زي قيمة بوزيتيف أفضل بكتير. طيب جالي قيمة بوزيتيف وبعدين جالي قيمة نيجاتيف أصغر منها، فأنا قدامي حاجة من اتنين، يا إما أستخدم الاتنين سوا يا إما أستخدم القيمة النيجاتيف دي. في الواقع لو كان معاك بوزيتيف وضيفته على قيمة نيجاتيف هيبقى أحسن من إيه؟ من قيمة نيجاتيف لوحدها. طب لو القيمة النيجاتيف دي أكبر من البوزيتيف بكتير، يعني هتنزله فعلا هنا كان 7 هتنزله هنا لماينس 30، برضه هتلاحظ إن ال 10 ناقص 40 ناقص 30 أفضل من ناقص 40. يبقى الخلاصة لو جالك، لو كنت في ويندو بوزيتيف دايما الجديد هتضيف عليه، خلاص؟ يبقى خلاصه الالجوريزم، لو خلاصه الالجوريزم النيجاتيف ويندو هي اللي هتحدد، لو هي نيجاتيف هنستخدم الجديد دايما. فانا هنا بدات بماكسيمم اوف ويندوز، ده اللي هو اللي احنا عايزينه، والماكسيمم اوف ويندوز سو فار. بقول له ايه؟ لو الويندو دي نيجاتيف استخدم الجديد زي ما هو، لو الويندو دي بوزيتيف هنضيف دايما الالمنت الجديد. كل مره معانا ويندو هنماكسمايز على الويندوز المختلفه ايه؟ بس كده. احيانا الامور بقى بتبقى صعبه، يعني احيانا الموضوع بتاع السلايدنج ويندو ده بيبقى عنيف، فاحيانا بقى في داتا ستراكشرز زي سيجمنت تري وباينر اندكس تري وحاجات تانية كتير بتفت يعني، بس البيزك ايديا دي مهمه يعني انك تحضرها ذهنك. البرنسبل ده مش عارف بتنطق بيجون هول ولا بايجون، البرنسبل دوت برنسبل ظريف جدا، مفاداه فكرته بسيطه، بيقول لك ايه؟ تخيل مثلا ان احنا معانا 10 صناديق مثلا، ومعانا مثلا 20 كوره مثلا، خلاص. السؤال هو هل في صندوق هيكون فيه اكتر من كوره؟ يعني هنحط ال 20 كوره في ال 10 صناديق، هل في صندوق ممكن يكون جواه اكتر من كوره؟ الاجابه ديفينتلي اه. ليه؟ لانك لو خدت اول 10 كور حطيتهم في اول 10 صناديق مختلفين، الكوره ال 11 غصب عنك لازم تحطها في صندوق جديد، خلاص.
طيب لو هما كانوا 10 صناديق وانا معايا 5 كور، لا انا ما اضمنش، ممكن يحطوهم باي طريقه. فخلاصه البرنسبل التافه ده انك انت لو معاك حاجات اكتر من الحاجات اللي بتوزع عليها لازم يكون في مكان على الاقل في حاجتين. خلاص، هو برنسبل تافه بس بيفرق كتير جدا جدا معانا. من يعني اكتر حاجه هتشوف البرنسبل ده ابلايد عليها موضوع المود. ليه؟ وهو ويعني هي دي اغلب البوينتس اللي انا هتكلم عليها. تخيل كده انك انت معاك مثلا 1000 رقم والمود بتاعك 100. لما بتجيب رقم مود 100، الريزلت من 0 ل 99 اللي هم 100 رقم، يبقى انت كانك بتوزع 1000 كوره على 100 صندوق. خلاص، يعني عشان كده المود دايما ايه، المود بياخد حاجات اكبر منه وبيوزعها على حاجات صغيره. يبقى فكرة المود ايه، تخيل مثلا انك انت بتجيب مود 50 رقم على مود 100، فانت ما تضمنش، ممكن يبقوا ال 50 مود مختلفين. طب لو معاك 1000 رقم بتجيبهم مود 100، انت متأكد ان في رقمين على الاقل ليهم نفس المود، رقم كورتين اتحطوا في نفس البوكس. خلاص، فموضوع المود ده بيفرق معانا كتير. خليني اقول لكم فكرتين ثيوريتيكال. بيقول لك مثلا ايه، لو انت معاك ان بوزيتيف نمبرز لازم تلاقي اتنين الفرق ما بينهم ديفيزبل بان ماينس 1. خلاص، بيقول لك لو معاك رقمين، لو معاك ان انتجر لازم تلاقي رقمين ديفيزبل باي ان ماينس 1. خلاص، طيب بص كده ببساطه، لو انا معايا ان الان نمبرز دول هيتوزعوا على ان ماينس 1 نمبر، صح؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان على الاقل في رقمين هيتكرروا. طالما بنوزع حاجه اكبر على حاجه اقل يبقى لازم في حاجه متكرره. لو انت معاك حاجتين متكررين، ولنفرض مثلا ايه، تعالى ندي مثال، ادي الاري اهو 2 3 5 7 8. خلاص، فالاي ان بتاعتنا ب 5. لو خدنا الاري ده بمود 4 هيطلع لنا المنظر بالمنظر ده. لازم نلاقي رقمين هم 5 ارقام والمودز بتاعتهم في رينج من 0 لايه، من 0 ل 3، يبقى لازم يكون في رقمين ليهم نفس المود. لو خدت رقمين ليهم نفس المود دي وطرحتهم من بعض هيبقى القيمه بتاعتهم ايه، 0. فعشان كده نقدر دايما نلاقي رقمين الايه، ديفيزبل باي ان ماينس. طيب خلينا نتكلم عن حاجه مور تشالنجبل. بيقول لك لو انت معاك ان بوزيتيف انتجرز، ان بوزيتيف انتجرز مجموع، لازم تلاقي شويه ارقام جوه الارقام دي مجموعها ديفيزبل باي ام، وام دي قيمه اصغر من او يساوي ايه، ان. خلاص، يعني بيقول لك لو انت اخترت شويه ارقام لازم تلاقي شويه ارقام لو جمعتهم وجبتهم مود ان مود ام هيبقى دايما بايه، بصفر. طيب احنا عارفين ان لما الام تصغر الموضوع ده فعلا بروبابل قوي. تعال ناخد اسوأ كيس، الام بان. خلاص، الام بايه، الام بان. طبعا انت لو حاولت تاخد الارقام دي مود ان، يعني تاخد كل رقم لوحده مود ان، هيطلع لك ان مود، وبالتالي انت ما تقدرش تبروف اي حاجه، معاك ان رقم وان مود خلاص كلهم مختلفين، ايه البروف؟ مفيش بروف. طيب تعال نستغل الفكره اللي هو بيقول عليها، السم بتاع الارقام دي بماله، هيبقى في حاجه بصفر. طيب خلينا الاول نطلع فاكت ظريفه جدا جدا جدا. مش هو بيقول ان الارقام دي مجموعها، مجموع الارقام دي لازم هيطلع فيه حاجه بصفر؟ طيب انا قدامي حاجه من اتنين، يا اما في رقم اساسا لوحده بيقبل الاسم عليها يبقى خلاص خلصنا الانسر، يا اما ايه، يا اما معانا المدات كلها ما عدا الصفر. خلاص، كانوا الاول ان نمبر ليهم ان مود. بص بقى ايه اللي حصل، لو لقينا حاجه بصفر خلصت البروف دان، لو ما لقيناش حاجه بصفر ده معناه ان المدات الباقيه من واحد لان ماينس 1، وانت بتقول ان هم ان رقم، يبقى انا بوزع ان رقم على ان ماينس 1 رقم، يبقى في دوبليكت هيحصل. ازاي نعرف بقى نطلع الجروب اللي بصفار دوت؟ بص هنعمل ايه، هنحسب الاكيوميوليتيف اري، يعني هحسب الاري اسمه اي سي وهجيب فيه A1 و A1 زائد A2 و A1 زائد A2 زائد A3 وهكذا. خلاص، وبعدين خد الارقام دي كلها مود ام، ماشي؟ لما تاخد الارقام دي مود ام زي ما اتفقنا لازم يكون في رقمين مالهم ليهم نفس المود. خلاص، بعدين مثلا افرض ان اي سي اوف 3 طلع بنفس القيمه بتاعت اي سي اوف 6. لو انت معاك رقمين، انت معاك رينجين في واقع الامر، الرينجين دول الانسر بتاعتهم بنفس المود، ده معناه ايه؟ معناه ان في سب سيت الرينج بينهم بقى من اي 3 لاي 6 اللي هو الفاليو اي 4 اي 5 اي 6، الارقام دي لازم تكون بتقبل الاسم على الايه؟ لازم تكون بتقبل الاسم على الصفر. خلاص؟
امسك كده الري وورقه وقلم واكتب شويه ارقام وطلع المود، هتلاقي ان الايه ان انا عباره عن 10 ارقام وطلعت مود معين، وانت عباره عن 5 ارقام اصغر في الرينج اللي قبلي مثلا برضو بصفر، يبقى لو طرحت المودين هطلع صفر. طرح المودين ده بيقابله طرح الايه؟ طرح الارقام الكومن ما بينهم، فبقى لك الرينج الايه؟ صفر. في برنسبلز برضو تانية مهمة زي الترانجل انيكواليتي ممكن ايه؟ تهاف لوك عليه. خلاصة الأمر البرنسبلز دي ما بيجيلكش عادة بروبلم عليها في حد ذاتها، لكن بتكون كتير جدا جزء من فهم البروبلم، جزء من بروفك ان مثلا ده في سايكل هيحصل لما نقعد نباور الفاكتوريالز وناخدها مود ان، في سايكل لازم تحصل عند مود ان دايما. خلاص، فحاجه زي كده بتفرق كتير، يعني ممكن تكون هي الكلو بتاع الحل. تريكس مهمه، موضوع الاونلاين والاوفلاين كومبيوتيشنز. ايه الموضوع دوت؟ انا دلوقتي جيت احسب الالجوريزم الاصلي فلقيت ان انا بجيب تايم ليميت، مش هقدر، مش عارف اعدي. خلاص، في تو تريكس ممكن نبقى بنحافظ على نفس الالجوريزم بس بن ايه بن امبروف ات جامد. الطريقه الاولى اسمها اونلاين بري كومبيتيشن او بري بروسيسنج. ايه الفكره ورا دي؟ الفكره في دي انك انت هتعمل شويه بري بروسيسنج قبل ما تبتدي الكومبيتيشن بتاع الالجوريزم نفسه بتاعك. الموضوع ده بيبقى بيحصل كتير جدا في موضوع الكويريز. خلينا نديك مثال، بيقول لك جيفن انا اري وهيديك مجموعه من الكويري، كل كويري فيهم عباره عن بوزيشن في الاري. ايه مجموع الارقام في الرينج من واحد لبوزيشن؟ مثلا ال 5 2 3 4 10. مجموع الارقام عند البوزيشن 3 اللي هو بكام؟ اللي هو ال 5 و2 و3 بكام؟ 5 و2 7 و3 بكام؟ ب 10. طيب عند البوزيشن 5 بكام؟ ب 24. الفكره دلوقتي لو انت دلوقتي معاك الري لينس بتاعه ان ومعاك كيو كويري، كل كويري بتانسره ازاي؟ هتعدي من اول واحد لحد البوزيشن ده، تجمع كل الارقام وتعرض الانسر. تمام كده؟ طب ازاي نقدر نعمل بري بروسيسنج؟ بص بقى هنعمل ايه؟ هنعمل اكوميليتيف اري. ادي معاك الاري، هنحسب الاكوميليتيف بتاعه. يبقى الخمسه بخمسه، السبعه بخمسه زائد اتنين، العشره بخمسه زائد اتنين زائد تلاته، ال 14 بالمجموعه بتاع الارقام دي كلها، وهكذا. خلاص عملنا الاكيوميليتيف اري. خلاص؟ اللي هو بالمنظر ايه؟ بالمنظر دوت. وبعدين لو انت عايز تانسر كويري، لو انت عايز تانسر ايه؟ تانسر كويري. الانسر بتاعت اي كويري هتبقى مين؟ هتبقى هي ببساطه البوزيشن في الاري ده. خلاص؟ هتبقى مين؟ هتبقى الانسر البوزيشن اللي في الايه؟ اللي في المكان ده. وصلت؟ لان احنا اوريدي خلاص حسبنا الاكيوميوليتيف لحد البوزيشن ده، فهو لما يجي يديك البوزيشن دوت خلصت خلاص، يبقى هو ايه؟ الانسر بتاع الكلام ده. الكلام ده كده خلينا نعمل حاجه في اوردر كام؟ ان زائد كيو. ان تايم بري بروسيسنج وكيو كويري. طيب تعالى نصعبها شويه. بيقول لك بقى لا الكويريز بتاعتك بقت ستارت واند. لا خليني الاول اديك البروبلم دي، المفروض تبقى تحت هنا اهو. بيقول لك ايه الـ دلوقتي هيديك مجموعه من الكويريز فيها ستارت وفيها اند. خلاص، ايه الصم في الرينج اللي من الستارت الاند؟ دي نفس الفكره اللي فوق. هنعمل الايه؟ الاكوميوليتيف. عايزك بقى تبص على قيمتين، البي اوف الاند ده بيساوي مين؟ بيساوي ايه اوف الاند زائد ايه اوف اند ماينس واحد و و و لحد ايه اوف صفر، صح؟ والبي اوف ستارت بيساوي مين؟ بيساوي ايه اوف ستارت زائد ايه اوف ستارت مش عارف ايه لحد ده. يبقى طرح الاثنين دول من بعض، البي اوف ستارت ناقص البي اوف ستارت ماينس 1 بمين؟ بكل القيم دي لحد ايه اوف ستارت. معنى كده ايه؟ معنى كده مره ثانيه، الاول كنا عارفين نانسر الاكوميليتيف من بوزيشن واحد لحد البوزيشن في او 1، دلوقتي نفس الحكايه بس هتطرح رقمين عشان تطير اكوميليتيف من اكوميليتيف. طيب ممكن حاجه زي كده تشوفها في بروبلمز ازاي؟ مثلا بقول لك ايه؟ هديك مجموعه من الكويرز ستارت واند، عد لي عدد البرايمز اللي في الرينج ده. فانت عشان تحل حاجه زي كده ازاي؟ اول حاجه روح احسب مين برايم ومين مش برايم واعمله في بوليان اري، وبعدين
اعمل اكوميليشن للاري دوت وكل كويري انصره في او 1 خلاص، لانك لو حاولت كل مره تعدي على الرينج كله وتجمع البرايمز اللي فيه هتبقى عمال تعمل بري كومبيتيشنز كذا مره. يبقى انت هتحسب الارقام بسيف مثلا في ان لوج ان، ان لوج لوج ان، وبعدين هتعمل ايه؟ هتحسب البرايمز في او 1 دايما. طيب تعالوا ننتقل لحاجه اصعب شويه. بيقول لك ايه؟ هديك 2 دي اري خلاص؟ وهيديك كويري عباره عن ريكتانجل اي وجي وكي وال، عايز يعرف مجموع الارقام اللي جوه الريكتانجل ده خلاص؟ البروبلم دي جايه من الايمج بروسيسنج فيلد اسمها ايمج انتجرال خلاص؟ لاحظ ان هي فكرتها شبه اللي فوق ال 1 دي، كنا في ال 1 دي بنحاول ناكيميليت رو صح؟ كنا بنحاول ناكيميليت انترفال، دلوقتي هو عايز ياكيميليت ريكتانجل خلاص؟ ازاي هنعمل حاجه زي كده؟ طيب بص الطريقه السيستماتيك اللي انا هقول لك عليها دي. انا عايزك الاول تمسك كل رو وتعمل له الاكوميليشن اللي عملناه فوق، وبعد كده تعمل نفس فكره الاكوميليشن دي بس على الكولومز، يعني من فوق لتحت خلاص. دلوقتي الكي ال دي الاري اوف كيو ال ده معناه ايه؟ الاري اوف كيو ال بالمنظر ده بقى معناه السب اري من صفر وصفر لحد السب اري لحد كيو ال، يعني الريكتانجل اللي ايه دي زي السبيشال كيس بتاعت اول مره، كان البوزيشن اوف كي بيساوي الصم من واحد لكي، فدلوقتي السمشن بقى بين من صفر وصفر لحد كيو ال. طب لو انا عايز من اي وجي وكيو ال هيبقى بالمنظر ده، الاول هضيف الكي والال، بس في مشكله ايه هي؟ ان احنا ضفنا اتنين ان ريليتد سب ريكتانجلز دوت ودوت، فهنعمل ايه؟ هنطرح ده وهنطرح دوت. فين المشكله اللي حصلت؟ المشكله انك انت طرحت ده ان ده شيرد، فانت طرحته مرتين، نعمل ايه؟ نضيفه عليه خلاص. تعالوا نعيش كده مع اكزامبل، ارسم البتاع دي عشان تفهم احسن يعني، بس خلينا اديك اكزامبل. لو الاري بالمنظر ده خلاص، بعد ما هتاكمليت الفيرست رو هيبقى بالمنظر ده، العشرة مثلا هي مجموع ايه؟ مجموع دول، الخمسه مثلا مجموع مين؟ مجموع دول، وهكذا. بعد كده اعمل الكولوم اكيميليشن، فالتسعه دي مثلا هي تبقى مجموع مين؟ مجموع الواحد واثنين والخمسه والواحد. مثلا ال 22 مجموع مين؟ مجموع الرو دوت زائد الرو دوت خلاص. يبقى دلوقتي الفاليو 9 هي السب ريكتانجل من 0 و0 لحد 1 1، الفاليو اللي في 1 1 بتمثل ايه؟ طيب الفاليو في 2 و2 ناقص الفاليو في 3 و3 هتلاقيها عباره عن ال 24 اللي هي هنا اهو، ناقص ال 14 اللي فوق، احنا كنا بنتارجت الريكتانجل دوت، فال 14 دي متضافه زياده بتعبر عن الجزء ده، ومين كمان؟ وكمان ال 10 اللي هي الجزء ده اللي هي جايبه المكان ده خلاص. بعد ما عملنا الحركه دي ايه اللي حصل؟ الـ الـ القيمه اللي هي السته دي فين فين؟ اللي هي الخمسه والواحد هتلاقيها اتضافت ايه؟ اتضافت مرتين، اتطرحت مرتين، فبنرجع لايه؟ نرجع نضيفها. طيب خليني اديك اخر مثال في المواضيع دي. بيقول لك ايه؟ انا هديك اري واديك كويريز، والكويري عباره عن ستارت واند، عايزين المينيمم في الانترفال ده خلاص، المينيمم في الانترفال ده. طيب الواحد البديهي انه هيعمل ايه؟ بسيط يعني، هيمسك الاري ده في فور اتش كويري يعدي على الانترفال ويحسب المينيمم، ده كلام اوردر اوف كيو ان خلاص. طيب بص بقى حركه البري بروسيسنج دي، هنعمل ايه؟ هنقسم الاري لبلوكات اللينس بتاعها سكوير روت ان، هنقسم الاري لبلوكات سكوير روت ان، وفور اتش بلوك، فور اتش بلوك هحسب المينيمم بتاعه. فمثلا لو ايه، وبعدين افرض مثلا هو بقى اداك انترفال، الفكره كلها ايه؟ ان يبقى معاك بلوك انت عارف المينيمم بتاعه كله، فافرض مثلا ان الانترفال ده بيسبان 10 انترفالز، يبقى انت هتعدي على 10 قيم تحسب المينيمم ما بينهم بس خلاص. طب افرض ان هو بدا في نص انترفال، يبقى تعدي على السكوير روت ان دوت تحسبه لوحده، وبعدين تعدي على بقى. تعال ندي مثال، تخيل الاري كان فيه 16 اليمنت بالمنظر ده خلاص، لما نجيب سكوير روت ان يطلع بكام؟ يطلع باربعه، يبقى اجيب المينيمم بتاع دول بواحد، المينيمم بتاع دول باربعه، المينيمم بتاع دول بتلاته، وهكذا. وبعدين لاحظ بقى دلوقتي ايه؟ لو الكويري بتاعك 4 و11، ف4 و11 ده اللي هو هنا اهو، اللي هو البلوك الثاني والبلوك الثالث، اللي هو المينيمم بين 4 و3 ب3.
طيب لو قال لك من 2 ل 14، ادي 0 1 2 يبقى دوت وده ودوت وده ودوت، وال 14 هتبقى واقفه لحد فين؟ واقفه لحد هنا اهو. خلاص؟ يبقى الانسر هي عباره عن مين؟ 1 و3 و4 و3 و4 و8 و12. خلاص؟ يبقى انا بجيب الانسر ما بين الايه؟ السب بلوك ده والسب بلوك ده والبلوكات اللي في النص. يبقى انت دلوقتي بقيت بتبروسس حاجتك في اوردر كام؟ تبروسس حاجتك في اوردر سكوير روت ان بس. يبقى انت كده قلبت الالجوريزم بتاعك من ان سكوير لان سكوير روت ان. ماشي؟ ايه بقى موضوع الاوفلاين بري كومبيتيشنز ده؟ ده لما ما تعرفش تفكر في حل، ده حيله من لا حيله له. واحد قاعد في الكونتست وعمال يفكر في المساله، يجيبها شمال يجيبها يمين، مش عايزه تتجاب خالص. فيعمل ايه؟ ساعتها حضرتك تعمل ايه؟ الفكره ببساطه، شوف لو في كومبيتيشنز تنفع تسجلها وتهارد كودها في الفايل ولا لا. هديك ايه؟ هديك مثال. تخيل ان هو بيقول لك عايزين نعد البرايمز اللي في رينج 10 اس 8، عايزين نعد البرايمز اللي في رينج 10 اس 8. عشان تعد البرايمز المفروض انك انت تحاول تكاريت اري اللينس بتاعه بوليان 10 اس 8 اللي هو رقم 100 مليون، ده مش رقم صغير، وتعدي بسيف بوردر ان لوج لوج ان وتحسب الانسر دي. خلاص؟ المشكله هنا ان المكن عند الجادج ديفينتلي هترفض انك تحجز الري لينس بتاعه 100 مليون، وكده ده مش بعيد كمان اللي البروسيسنج بتاعت 100 مليون تزعله، بس ولنفرض ان هو مش هيزعل من التايم، هيزعل من الميموري. انا هحل حاجه زي كده ازاي؟ انا طبعا ما اقدرش اسجل احسب عندي في الري بتاعي الانسر بتاعت 100 مليون رقم وابعتهم له في فايل، مش هينفع. انا هعمل حاجه اصيع من كده. انا دلوقتي هعدي اكتب الكود اللي كان بيحسب ده على مكانتي، وبعدين عند الانسر بتاعت كل مليون هعرض، يعني هعرض 100 رقم. خلاص؟ يعني انا عايز اعرض الانسر بتاعت 100 مليون فيهم، يعني اول قيمه في الاريه هتبقى الانسر بتاعت عدد البرايمز في رينج من 1 لمليون، تاني مره تاني رقم هيبقى البرايمز بتاعت من 1 ل 3 مليون، 2 مليون، ثالث فاليو الارقام من 1 ل 3 مليون، وهكذا. يعني انا هكتب الكود بتاعي بفور لوب من 1 ل 100 مليون، وعندي كل مود مليون بصفر هطبع رقم وهسجل دول في اري، هطبعهم على فايل على كونسول واخدهم واحطهم في الري. انا كده طابع كام رقم؟ طابع 100 رقم، مفيش اي مشكله ان احنا نحطهم في الري. بعد كده افرض مثلا هو جه قال لك ايه الانسر بتاعت ايه عدد البرايمز اللي في رينج 2.5 مليون؟ استنى بقى، احنا حاسبين الانسر بتاعت 2 مليون، اعمل بروسيسنج بس من اول 2 مليون وواحد لحد 2.5 مليون، واجمع دي على دي وخلاص على كده. خلاص كده؟ يبقى اولا هتحتاج تعدل الكود سيف بتاعك عشان تعلمه ازاي فلتر في رينج معين. يبقى الاوردر بتاعي عند الجادج كام؟ اوردر اوف مليون ميموري واوردر اوف مليون تايم. خلاص؟ فطبعا الايه؟ يبقى انت كده حليت مشكلتك تماما. طبعا ده مش معناه ان البروبلم مالهاش حل، هنشوف بعد شويه حل ليها. طيب يبقى انت المفروض هتسجل في اسمه برايمز كاونت الانسر بتاعت المليونات دي، كل انبوت تروح قاسمه على مليون. خلاص؟ يعني مثلا 2.5 مليون تروح قاسمها على مليون تبقى ب2 وماينس 1 عشان 0 1 فتبقى ايه؟ فاول فاليو هتبقى تجمع من هنا، وبعدين تروح تسيف على الرينج بتاع 2.5 مليون على مليون ب2 في مليون ب2 مليون زائد 1 لحد الايه؟ يبقى انا دايما خلاص بقيت بانسر انسر في قد ايه؟ في اوردر مليون بس. خلاص؟ اللي هنتكلم عليه بعد كده حاجه اسمها لوكاليتي اوف ريفرنس. الموضوع دوت يعني انت نادرا ما هتحتاجه في مساله، نادرا ما هتلاقي جادج بيقول لك اصل الحل بتاعي سريع علشان اللوكاليتي اوف ريفرنس، بس مهم انك انت تبقى فاهم ايه اللي بيحصل في موضوع اللوكاليتي اوف ريفرنس. الاول لازم تعرف ان الدنيا عندنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الريسنت كمبيوترز بتبقى بالمنظر ده. عندنا سي بي يو وال1 كاش وال2 كاش، وعندنا الميموري وعندنا الديسك. الترتيب بتاعهم في سرعه الاكسسنج بتاعهم بالمنظر ده، ترميديت اكسس فاست سلايد سلو سلو وفيري سلو. زي ما احنا عارفين دايما رايت حاجه من الهارد ديسك بتبقى دايما ايه؟ تبقى دايما بطيئه جدا. خلاص؟ طيب انا هشرح لك حاجه كده انفورمال عايز افهمك بيها ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل لما بيبقى معاك اريز وبتاكسسها؟ تعالى نتخيل ان احنا معانا اري. خلاص؟ لما بتحاول تاندكس مكان ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في بلوك من الاندكس ده بيتاخد وبيتحط في الايه؟ في الكاش. بيتحط فين؟ في الكاش. ايه معنى ايه ان هو بيبقى موجود في الكاش؟ معنى كده انه لما يحتاج اندكس من الاري ده هيجيب فيري فاست.
طيب تعالى نفترض ان احنا معانا اري 1 مليون انتجر، خلاص المليون انتجر ده هو 4 مليون بايت، لان الانتجر ب 4 بايت، وال 4 مليون بايت دول ب 1024 كيلو بايت. على لو هنحولهم للكيلو بايت هتبقى بكام؟ ب 4000 كيلو بايت تقريبا، اللي هو حوالي 3 ميجا يعني. خلاص لو فرضنا ان الكاش ب 32 كيلو بايت، خلاص، وبعدين انت حاولت مثلا تاكسس الاندكس اندكس معين، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هياخد من الاندكس لحد ال 20 كي ويحطهم فين؟ ويحطهم في الكاش. تاني معانا اري مليون، رحت واحنا عرفنا ان المليون دوت بحوالي 40 بحوالي 3 ميجا، اللي هو حوالي 4000 كيلو بايت، خلاص، وعرفنا ان الكاش اللي هو 32 ده بين لو انت اكسست مكان معين بنقل لك 20 كي من المكان ده. يبقى انا دلوقتي لو عملت اندكسنج للبوزيشن اوف زيرو، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيشد لي 5120 انتجر ورا بعض، خلاص. يبقى انا لو اكسست مثلا دلوقتي في الاري، ولنفرض اكسست الاندكس اوف 20، ما لقاش ال 20 ده جوه، هيروح جايب من اول بوزيشن 20 لحد 20 و 5140 ويحطهم كلهم في الميموري. جيت بعد شويه تقول له 70، لا ال 70 موجود خلاص بيستخدمه. الفكره كلها فين؟ الفكره ان البروسيسور بيتوقع انك لو اكسست مكان هتاكسس اللي حواليه بعد شويه صغيرين، فبيروح يجيبهم كلهم ويحطهم عنده، بس مش كلهم كلهم، احنا قلنا الاري 3 ميجا، هو بيجيب بس ايه؟ بيجيب شويه منه، خلاص؟ طيب تعالى نتخيل كيس تانية وهي دي اللي تهمنا. تخيل ان الاري ده 2 دي، انت عارف ان ال 2 دي ده في الـ يعني الفاينل اللي في الاخر بالنسبه له عباره عن 1 دي اري. تخيل ان هو اللينس بتاعه 100 في 5120، انا قاصد ان الايه ان انا احط الرقمين دول يعني بالذات الرقم ده. لو انت دلوقتي بص على الكود ده، لو انت الكود ده بيعمل ايه؟ بيعدي على اي وبيعدي على جي، ماشي، وبيأكسس الاري كولوم وايز، يعني بيأكسس الجي والاي، بس الجي هي اللي بتتغير تحت، يعني الاي ثابته. لما تيجي تبص اول مره بيأكسس مين؟ بيأكسس 0 و0. 0 و0 موجود يا عم في الكاش؟ لا. طب لود لي الرو اللي هو من 0 ل 5120. هو طبعا مش بيلود رو، هو ما يعرفش رو، بس انا ظبطت الرو المره دي على انه ب 5120. بعد شويه الجي ب1، ايه اللي حصل؟ هو الواحد جوه يا جدعان مش موجود جوه. طب لود لي بقى الرو الثاني، بعد شويه لود الرو الثالث، لود الرو الرابع، وهكذا. ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل انك انت بتجامب جامد في الاري، فكل جامب جامده ما بيلاقيهاش موجوده في الكاش، او بيلاقيه مره وما يلاقيش 10، فكل مره بيضطر يعمل ايه؟ ريلودنج، خلاص كده. فاللي بيحصل ان الكلام ده بيبقى فيري 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 سلو، خلاص. الاكسنج بالكلام ده اسمه كولوم ميجر اوردر، خلاص. لو انت هتاكسس ده باي وجي ده اسمه رو ميجر اوردر. الرو ميجر اوردر من اللي احنا بنقوله ده كده تبع لكتير من الديزاينز بتاعت السي بي يوز وكده في اليومين دول. المفروض ان الرو ميجر اوردر اسرع، يعني لو انت بتمشي على الاري اليمنت اليمنت ورا بعض، فهو اليمنت بيدخل الارقام في الكاش والباقيين بتجيبهم من الكاش بسرعه جدا. از ا براكتس عايزك تتست الكود دوت، عندنا الاري بالمنظر دوت وبلف عليه 1000 مره، وكل مره باكسسه اي وجي، بعدين امسك نفس الكود ده بس غير لي فيه الاي وجي لجي واي، يعني مره اكسسه رو كولوم اوردر ومره هتاكسسه كولوم رو اوردر، واتفرج على التايم ديفرنس اللي حصل ما بين الاثنين عشان تتعلم حاجه. النوع اللي كنا بنتكلم عنه من اللوكاليتي ده اسمه سبيشال لوكاليتي. يعني ايه سبيشال لوكاليتي؟ يعني في بارتيكولر ميموري لوكيشن ريفرنسد، احتمال كبير ان اللي جنبه يترفرنسه بعد شويه. فلو انت عامل السبيشال لوكاليتي بتاعت الاري كويسه، بتاع الالجوريزم كويسه، لو انت بتاكسس النير باي اليمنتس ورا بعضها. طب لو مش بتاكسسها كويس يبقى السبيشال بتاعتك وحشه، السبيشاليتي بتاعتك وحشه. في نوع تاني مهم اسمه تمبورال لوكاليتي. يعني ايه تمبورال لوكاليتي؟ تخيل كده ان الكود بتاعك بيأكسس مكان معين ويكمل، وبعد شويه يرجع اكسس نفس المكان ويكمل، بعد شويه يرجع اكسس نفس المكان ويكمل، فكل شويه البروسيسور يدخله ويخرجه عشان يبروسس غيره ويرجع له. فطالما عندك مكان بتحتاجه كتير جدا ومع ذلك كل ما بتعملش البروسيسنج بتاعك كله مره واحده عليه، يبقى انت عندك مشكله هنا اسمها ايه؟ تمبورال لوكاليتي. خلينا نعيش مع ماتريكس مالتيبليكيشن كاكزامبل في النوعين دول من اللوكاليتيز كامبروفمنت. ده الثلاثه فور لوبس بتوع الماتريكس مالتيبليكيشن اللي احنا متعودين عليه. لما نيجي نبص على اللوكاليتي بتاعه السبيشال هتلاقي ايه؟ انا بفور لوب باي وجي. بص على كل ماتريكس، الماتريكس اوف اي وجي ده
احنا بالمنظر ده بنأكسسه رو اوردر، الاي بي زي بالترتيب والجي بالترتيب، وبعدين الاي والكي، الاي والاي والكي برضو نفس الحكايه، الاي والكي بالترتيب. البي اوف كي وجي لا مش كده، ده كله من اوردر. ليه؟ لان الجي ثابته والكي مالها عماله تزيد 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 تزيد، خلاص. فهنا في ايه؟ في مشكله ان الكولومن اوردر ده هيخلي السبيشاليتي ايه وحشه. طيب الظريف بقى ان اللي بيحصل هنا مجرد اكوميليشن. لو انت عكست الاثنين في اللوب دول اللي هم الاي والجي والكي، الكالكوليشنز واحده، بس فرقت في ايه؟ فرقت ان الثلاثه اريز بقوا ايه؟ بقوا رو ميجر اوردر، وبالتالي الثلاثه بقوا مور افيشنت، خلاص. فاز ادفايس دايما لما تيجي تكتب ماتريكس مالتيبليكيشن اكتبه بفور لوب كي وبعده جي مش العكس. يبقى المنظر ده احنا حسينا ايه؟ حسينا السبيشال لوكاليتي بتاعته. طب بالنسبه للتمبورال، لما تيجي تبص تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان الاي والجي دي عماله تتغير. يعني ايه؟ انت دلوقتي انت عارف ان الضرب بتاع اندكس اي وجي هو ضرب رو معين في كولومن معين. اللي بيحصل مثلا الرو التالت مثلا ضربناه في الرو الخامس، وبعد شويه رحنا كملنا مع شويه ايه كولومز مثلا باسلوب ادق، هتلاقي ان مثلا الكولوم ده استخدمناه مره وعديناه وخلاص وكملنا، بعد شويه رجعنا استخدمنا نفس الكولومن تاني، بعد شويه رجعنا استخدمنا نفس الكولومن تاني، خلاص. فالحاصل في الامر نفس البلوك اوف ميموري كنا عمالين نحتاجه اكتر من مره، بس كل مره بنحتاجه ما بنلاقيهوش. ففي هنا مشكله في التمبورال. طب هل اقدر احسن الكلام ده؟ احنا نقدر نحسنه بالفكر بتاع البلوك وايز. يعني ايه؟ لو تفتكروا من الماثيماتكس ان الماتريكس ممكن تبص له على انه مجموعه من البلوكات متقسمه. يعني مثلا ممكن تقسم ماتريكس مثلا 16 في 16 إيه، انك انت تقسم الماتريكس ده ل 4 في 4 بلوكس، وتقدر تضرب وتجمع البلوكات دي ماثيماتيكالي عادي خالص. يعني تضرب البلوك الاول في البلوك الثاني، والبلوك الاول في البلوك الثالث، والبلوك وهكذا. الحاصل والشاهد في الامر، الشاهد في الامر ان البلوك في ميموري هيبقى يوزد مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره لحد ما يقفل الكمبيوتيشنز بتاعته، وبعد كده تموف لانذر بلوك. يبقى احنا بالمنظر دوت الكالكوليشنز بتاعتنا ما بقتش اوبتيمال قوي، بس بقت احسن بكتير. نفس البلوك في ميموري بنستخدمه مرات كتيره جدا قبل ما نريليزه ونروح نبص على ايه؟ على حاجه ثانيه. الكود بتاع حاجه زي كده هتلاقيه في الويكيبيديا بالمنظر دوت. هو كل الحكايه ايه؟ ان اول ثلاثه لوبس بيعدوا على بلوكات، يعني بيعدي على قسمناه مثلا 4 في 4 بلوك، فبيعدي على الايه؟ ال 4 في 4 دول، بس الطريقه بتاعت ايه؟ بتاعت الثلاثه لوبس بتوع الماتريكس مالتيبليكيشن. وفور اتش بلوك بيعمل الثلاثه لوبس الاصليين عشان يجمع، خلاص. فهتلاقينا دايما امسك كده الورقه وقلم واقعد ضرب، هتلاقي الدنيا ايه شغاله كويس. الاوفر اوردر بتاع الكلام ده كام؟ اوردر برضو ان كيوب، مش معنى ان هم سته لوبس ان بقى الاوردر ان سته، لا، ده انا عندي لوب بيعدي على الكيوبس بيعدي على البلوكس، ولوب وثلاثه لوب بيعدوا على جوه البلوك بس. ففاينالي كل بلوك هيتبروسس ان كيوب، والاوفر اول هيبقى كده يعني. خلينا اديك مثال اعرف مش هتشوفه في كتب غالبا، بس هو مثال رائع يعني. تخيل ان احنا لسه نفس المثال اللي عايزينه من شويه، عايزين نعد عدد البرايمز اللي في رينج ال 100 مليون. احنا من شويه قلنا ان التريكل دي ممكن نعمل حاجه زي كده باوف لاين بري كومبيتيشن. انا هوريك ازاي حاجه زي كده ممكن نحسبها اكشلي يعني. بص بقى، ده الاري بتاعنا، ده الكود بتاع اس برايم بيتعلم، وصفرنا اول قيمتين وعدينا، واس برايم عدى على كل مضاعفاتي وعلمها اس برايم. لما تيجي تبص على السبيشاليتي بتاعت الاري اس برايم ده هتلاقيها كويسه جدا، لانك بتعدي على الجي ده بالترتيب. المشكله فين؟ برايم رقم واحد بيعدي على اس برايم كله، برايم رقم اثنين يرجع يعدي على اس برايم كله، برايم رقم ثلاثه يرجع يعدي على اس برايم كله. يعني اس برايم ده بنحتاجه بعدد البرايمز من المرات، وكل مره مش موجود في الميموري، يبقى التمبورال لوكاليتي بتاعته ايه؟ وحشه جدا. طيب هل انا اقدر احسن اللوكاليتي بتاعته احسن من كده التمبورال؟ الاجابه لو عرفت تبص للدنيا بصوره تخلي البروسيسنج بتاعت الحاجه يحصل مره واحده كلها، يبقى انت عملت انجاز رائع. انا هبص كده بصه. السؤال دلوقتي احنا لما كان معانا مثلا ايه رقم، الرقم ده ايه اللي بيحصل له؟ الرقم ده هيطير لو اي برايم طلع مضاعفته الرقم ده، الرقم طلع مضاعف للبرايم فيه. اللي بيحصل انك انت كنت بتمسك البرايم تفلتر بيه الليسته كلها،
انا بقى هعمل ايه؟ انا هبص للايز برايم ليست دي على انها بلوكات، وكل بلوك هختار بلوك حجمه صغير عشان يخش في الكاش كله. خلاص، كل بلوك هخلي الايز برايم البرايمز يعدوا عليهم كلهم مره واحده. يبقى انا عملت كده ايه؟ دخلت، انا عملت كده ايه؟ انا دخلت البلوك في الكاش عشان اخترته صغير، وعديت على البرايمز كلهم، قلت لهم يا برايمز فلتروا لي الرينج ده بس، ما تقعدوش تكملوا لاخر الليسته. وبعد ما خلصوا قلت لهم يلا بقى نخش على البلوك اللي بعده، وهكذا. السودو كود بتاع حاجه زي كده منظر ده برضه. انا هعدي بلوك وايز ال ان ب 100 مليون دي، يعني البلوك بتاعنا محتاجين يكون حاجه زي 10000، وال 10000 دول اناف علشان يعني البرايمز بتاعت 10 اس 8 محتاجه سكوير روت ان، فانا هخلي البلوك بتاعي ب 10000. ماشي، ف 10000 ده هينفع لي مرتين، مره كبلوك سايز ومره كجنريشن. اقدر اصغر البلوك سايز، انا حر عادي. انا هعدي عليهم بلوك بلوك، وبعدين همسك البرايمز واقول له يا برايم فلتر لي لو سمحت البرايمز اللي في رينج ستارت وستارت بلوك، وبعدين عدي جمعه، وهكذا. خلاص، يبقى انا دلوقتي اساسا الايز برايم ده مش محتاجه باللينس بتاع الكل، مش محتاجه باللينس بتاع الكل. ليه؟ انا يعني انا خلاص معايا بلوك لينس اهو، معايا ايه؟ بلوك لينس، هعدي فلتر عليه كل اللي جواه، وبعدين اشفت البلوك ده. تحتاج تعمل اوفست اري تاني لو عايز، يعني عشان تحدد النكست بلوك الاوفسيتس بتاعت البرايمز هتاكسس من اول فين. المهم يعني الفكره اللي انا عايز احطها في ذهنك ان انا قسمت البرايم ليست دي لمجموعه من البلوكات. البرايم بيعدي يفلتر البرايمز النون برايمز اللي في البلوك، وبعدين يموف للنكست بلوك. وبما اننا احنا نقدر بسهوله نعرف النكست بلوك هيبقى فين، فاحنا مش محتاجين غير بلوك واحد بس، يعني مش محتاجين اري في لينس ايه 100 مليون. بالمنظر ده احنا عملنا ايه؟ بالمنظر ده احنا اساسا وفرنا الاو ان ميموري، لان انا ما بقتش بستخدم غير اوردر اوف سكوير روت ان ميموري. خلاص، يبقى انا وفرت ميموري، ومش بس كده، ده انا كمان خليت لسته كان لسه بتاعها 100 مليون خليتها صغيره جدا، لدرجه ان التمبورال لوكاليتي بتاعتها بقت فيري افيشنت. طب هل في تمبورال لوكاليتي ظهرت جديده بقت وحشه؟ ليه؟ زمان كنا بنمسك البرايم نفلتر بيه كل البرايم كل الليسته، دلوقتي البرايمز دي نفسها بقت بتعدي عليها اكتر من مره، كل مره يعني انت استخدمت برايم 2 فلترت بيه اول بلوك وكملت مع اخواته البرايمز، بعد شويه في البلوك الثاني رجعت تستخدم الاثنين تاني، يبقى هنا في تمبرال لوكاليتي بروبلم. بس خلي بالك، اولا احنا حاسبين عدد برايمز فرنج صغير جدا اللي هو 10000، ثانيا البرايمز فرنج ال 10000 دول اصلا ارقام قليله، يعني في تمبرال لوكاليتي لكن مش هيكون ليها تاثير لان الارقام قليله جدا جدا. في الواقع ممكن لسه بتاعت يعني البرايمز دي جزء كبير جدا منها يخش الكاش اساسا. فخلاصه الامر ان احنا حلينا تمبرال لوكاليتي بروبلم للري لينس بتاعه كام؟ 100 مليون. خلاص؟ هقول لك كمان بقى تو تيبس، يعني وان تيب اكسترا. تخيل ان انا زمان علمتكم في موضوع البيتس ازاي نستخدم البيت ك يعني البايت الكاركتر يعبر عن 8 بيتس. خلاص؟ فانا انيشالي ممكن اقول لك ايه؟ انا بقى مش عايزك تشتغل على كمان اري اوف لينس مثلا 10000، لا ده انا عايزك تشتغل على اري اوف لينس 10000 على 8، كاركتر اري اوف لينس 10000 على 8. بتعمل ايه بالاري ده؟ كل 8 بايت، كل 8 بيتس تعتبرهم ارقام. عايز تحسن اكتر من كده؟ الايفن نمبرز كلهم مش برايمز، خلي كل 8 بيتس بيعبروا عن 16 اود نمبر. خلاص، يعني هتقسم الاريو في 10000 على كام؟ 16. تخيل انك انت بقى امبلمنتيت الجزء بتاع الباتس ده مع الجزء بتاع البلوك سايزنج، تقدر يعني الكود ده هيبقى فيري فاست قد ايه. خلاص، اخر معلومه اقول لك عليها، ان الكويك سورت رغم ان هو ان لوج ان، ورغم ان الورست كيس بتاعه احيانا ان سكوير، الا ان الكويك سورت فيه ميزه بتخلي الناس دايما تمبلمنته عن حاجات كتير ان لوج ان زي الهيب سورت والميرج سورت. ليه؟ لان الكويك سورت السبيشال لوكاليتي عنده عاليه جدا. يعني ايه؟ يعني هو بيحاول يسورت اليمنتس، النكست اليمنت تو بي اكسست ده غالبا هيبقى اليمنت جنبك في الكويك سورت، عكس مثلا الجوريزمز ثانيه كتير زي الهيب سورت بالذات. الهيب سورت بشع في اللوكاليتي بتاعته، بيخش هنا وبينط هنا وبيجي وبيروح، فبيبوظ الدنيا كلوكاليتي. فهو ان لوج ان زيه
لكن اللوكاليتي بتاع ده هتفرق كتير. بس خلاص، سلام عليكم.